أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ، نستكمل فيها شهادة ضيفنا الكريم سيادة اللواء أركان حرب حمدي لبيب الذي شارك في العديد من المعارك قبيل حرب أكتوبر العظيم وخلاله وبعد ذلك، كما شغل العديد من المناصب من بينها قائد مدفعية منطقة وملحقا عسكريا لجمهورية مصر العربية في كوريا الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى عمله أيضا البحثي من خلال أكاديمية ناصر العسكرية وأيضا من خلال العمل المتواصل في مجالات عدة بحثية وإعطاء تقديم المؤلفات والمحاضرات المختلفة. نرحب بضيفنا سيادة اللواء أركان حرب حمدي لبيب مرة أخرى. أهلا وسهلا. تحدثنا في الحلقات السابقة عن المعارك العديدة التي شارك فيها السلاح المدفعية باعتبار حضرتك كنت في المدفعية في ذلك الحين، ولكن أشرت إلى التنسيق الذي كان يتم سواء في خلال حرب الاستنزاف أو في خلال حرب أكتوبر بين المدفعية والمهندسين والصعقة والمظلات وما إلى ذلك. ما هي أبرز النقاط التي تريد أن تتوقف عندها في ذلك في تلك الفترة؟ أولا في خلال فترة الاستنزاف ثم حرب أكتوبر. في خلال حرب الاستنزاف يا فندم، احنا مرينا بشوية بطولات قلناها بكلها بالكامل، زي معركة راس العش ومعركة لسان بور توفيق والمجموعة 39 كل الكلام ده قلناه بالكامل. الكلام ده تم ازاي؟ تم بحاجة اسمها رفع الكفاءة القتالية والعسكرية للجندي وللقائد المصري. ازاي يا فندم بيتم؟ اولا لازم من الناحية البدنية يبقى عنده كفاءة بدنية تقدر تديله القوة اللي يتحمل ان هو يعبر ويطلع ساتر ترابي 17 متر وهو شايل على ظهره 17 كيلو وجرر في ايده 25 كيلو ومجرد ما يطلع يقابل الدبابات. اذا الكلام ده محتاج تدريب مسبق. تم التدريب المسبق على الكلام ده في مختلف الاسلحة. التدريب كان بيتم في قوات مسلحة على شقين، تدريب خاص وتدريب عام. التدريب العام ان انا كراجل مدفعية بتدرب على المدفعية بس، ده مهندسين عسكريين يتدرب على المهندسين العسكريين بس، ده مدرعات يتدرب على المدرعات بس. اما التدريب المشترك للقوات الارضيه ان احنا كلنا نخش في مشروع واحد. المهندسين بيفتحوا ثغرات الالغام والمشاة تتقدم والمدفعيه بتضرب قبلهم قبل ما يخشوا. ده عايز تنظيم خطير. لان عشان المشاة تخش او قوات تخش وما تكونش انت ضربت المدفعيه القوات اللي قدامهم او المدفعيه بتاعتك تقع عليهم. اذا كل ده بيحتاج حسابات دقيقه جدا. العمليه مش جايه راندوم زي ما الناس فاكره او زي ما الشباب فاكر. لا، العمليه في منتهى الصعوبه فن، وبيتعمل في المشاريع دي حاجه اسمها حساب الوقت. 23 ثانيه هيتم كسر. 33 ثانيه حساب الوقت ده، لان مجرد نص دقيقه فرق فيها خسائر على قواتنا. بيخشوا بقى كلهم بالكامل، اتدربوا ازاي بقى على المشاريع بتاعه 73 ورا في الخلف عند ترعه الاسماعيليه والترعه المتوفره، عبور القناه في الاوارب للمشاه. طب المدفعيه بتضرب على ارض موجوده فاضيه ما فيهاش اي حاجه ولا بالكامل، فالمدفعيه بتتضرب. المهندسين العسكريين بيعملوا كباري ساحيه صغيره لكن هي نفس الفكره، الثانيه بتاخد وقت اكبر. ثم المشاه بيعبر، الشرطة العسكرية بتعمل ايه؟ طب ما لما قواتنا تعبر الناحية التانية يا فندم وعدينا الساتر، دي فرق هيخشوا في بعض. اذا لازم شرطة عسكرية تضع علامات مش بارقام الفرق، بارقام مميزة كل فرقة عارفاها، كودية. ده انا دي بتاعتي انا، طب ده بتاعتي انا. ثم سلاح الاشارة لازم يتدرب لما نعبر هتوصل مين بمين وفين، لانك الاشاره لو ما فيش اشاره اللي هو اتصال هتتصل ازاي؟ انت كقائد هتدي للقوات بتاعتك ازاي؟ طب انت كمدفعيه هتربط مع المشاه ازاي؟ طب المشاه هيربط مع المهندسين العسكريين ازاي؟ واي وحده بتخش بيبقى ليها قائد اسلحه مشتركه، يا مشاه يا مدرعات. لو مشاه
بيبقى معاه مدرعات برضه، انما هو اللي بيتحكم في العمليه. نعم. لو مدرعات بيبقى معاه مشاة ميكانيكي برضه، ده بيبقى معاه مهندسين عسكريين ومعاه مدفعيه ومعاه جميع التخصصات اللي تخدم الوحده بتاعته. نعم. لازم يحصل بينهم تنسيق تعاون قوي عشان العمليه مش تقدموا يا اولاد اعمروا، كنا دخلنا جوه القناه وما طلعناش منها. لا يا فندم، ده عرق، ده دم، كفاءه بدنيه. وبعدين في نفس الوقت انت عايز ترفع روح معنويه واحد حاسس ان بلده جالها نكسه قبلها بشهرين. نعم. وانت بترفع وفي نفس الوقت جايب له سلاح روسي عايزه يتدرب عليه. يتدرب عليه التدريب العادي، ثم تعلمه ازاي يستخدم السلاح بطريقه غير نمطيه. مثال، وهذا ما ذكره السادات، يعني أيوة. الرئيس السادات رحمه الله حضرتك اشرت انتوا معاكم سلاح القديم. انا هستخدم الجندي المصري. نعم. بطريقه غير نمطيه للسلاح، غير نمطيه. الدبابه لا يفلها الا دبابه زيها. لو مدفع ما ينفعش. نعم. ليه المدفع كده يضرب بعيد، قريب. ما يقدرش ينشئ المدفع، ما بيعملش كده. تمام يا فندم. نعم. انما المخزوف الموجه المضاد للدبابه هو اللي بيعمل كده. طب المخزوفات هتعدي ازاي؟ دي عربيات. طب ده المشاة اللي هيعدي، طب المشاة ده لما يعدي هيقابل الدبابات دي ورا النقطة القوية ب 300 متر مجموعة دبابات. تمام يا فندم. والمشاة ميكانيكي يضربها ازاي؟ ابتدى الدبابات تتحرك، الموقف لو تسكك اقسم بالله دب العسكري يروح نازل طق. الار بي جي ده لما بيضرب مش زي البندقية. نعم. البندقية لما بتضرب يا فندم عشان الشباب يعرف، البندقية بتطلع تك زي الصاروخ اللي بيطلعوه. نعم. الصاروخ الصيني. انما قاذف الار بي جي لما بيضرب بتحس ان ودانك اتخرقت. اتخرقت. طب لما تضرب بقى 15 16 قذيفه اوعى تنسى ربنا. وقول اعمل فسيرى الله عملك ورسوله. نعم. طيب الجندي بقى يجري ورا الدبابات اتدمرت. والله انا كنت لسه ما عبرتش لان المدفعيه في الخلف. نعم. لسه بسطت او بخلي المدفعيه تضرب الدبابه. انت بص بص جبت القبطه تفضل بص يا فندم ابص انت الدبابه بتلف وبتجري. مين اللي بيجريها؟ مش دبابه، ودي باتون 3 كيلو. خفت من جندي؟ طب والله جندي طلع فوق دبابه ومسك الرشاش، هيعمل ايه الرشاش في جسم الدبابه؟ ودي دي 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 دي. ما يعملش حاجه، فتحوا وراحوا مطلعين عاملين كده. ده الفرق يا فندم. دي ما كانتش مجرد مقاتل بيقاتل مقاتل، لا يا فندم، ده كان ديناصور وحش كاسر بينتقم لشرف. هي دي الروح المصرية. في يا فندم عقيد طبيب مصري من سنة. نعم. قدم بحث، البحث ده أشرف عليه الدكتور وسيم السيسي. نعم. بتاع التاريخ. نعم. أثبت فيه إن جينات المصريين منذ قديم الأزل حتى الآن متطابقة بنسبة 97.5%. جت عالمة أمريكية اسمها مارجريت، راحت لإسرائيل وعملت الكلام ده، لقت إن كل فئة لها جينات. الفلاشة اللي جاية من أثيوبيا ليها جينات. اليهودي الروسي اللي جاي من روسيا له جينات. إلا مصر كل اللي فيها جينات موحدة. الجينات دي بتنقل حاجات وراثية، من ضمن الحاجات الوراثية دي الإقدام، البطولة، التضحية، الفداء. والمعارك بتاعتنا على مر التاريخ تشهد، مش بنقول كلام كتب. الهكسوس، التتار، الصليبيين، كل الكلام ده بالكامل مين اللي هزمه؟ الجندي المصري. الجندي المصري يا فندم. والفكر المصري. وقبل كل شيء توفيق الله. ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خير أجناد الأرض اتخذوا منهم جندا كثيفا فهم وأزواجهم في رباط يوم القيامة. والجندي هنا مش الجندي المصري. نعم. لا، الجندي وابوه وعمه وخاله وخالته، المرأة المصرية، المكواجي، الغسال، كل دول، المهندس، ده جندي. 73 يا فندم. أتمنى الروح دي ترجع تاني. نعم. الشعب المصري كان ماشي تمشي في الشارع يا فندم تلاقي حاجة غريبة، ما تلاقيش واحد عارف لو أنت خبطت فيا يقول لك حقك على الاتنين مع بعض. وده لا مؤاخذة أمي، وده هاي اتيوكيتد حقك، يقول لا يا فندم ده حقك عليا أنا يا ربي. فين الروح دي؟ مطلوبة والله يا فندم، مطلوبة دلوقتي.
فضلت عيطت. تمام. فالجندي ده المصري لو ما كانش اتدرب مظبوط وعشان يتدرب لازم يحب القائد، وقبل ما يحب القائد لازم يحب السلاح، ولازم اعالجه معنويا ونفسيا عشان الاثار بتاعت 67 تنتهي منه. الجنود كانت بتنزل مصر وانا هنزل مصر كنت بلبس ملكي، ما برضاش البس ميري عشان ما حدش يتريق. الناس مش بتتريق لغرض التريقه. المصريين اول شعب في العالم اخترع الكاريكاتير للتعبير عن ما يقول بخاطره. فيقول لك ازاي عربيه طلعت الاولى في السباق لقوا ظابط راكبها وبيجري عشان 67. الناس عايزه تطلع اللي جواها تعبر، يعبر بايه؟ بالرسم، يعبر بالكلم. انما تعالى مس واحد مصري زيه لكنك. هو ده اللي حصل. حرب اكتوبر لميتنا كلنا. العيال يا فندم بقت تخش على التدريب، يعني المفروض مثلا بدي طابور طابورين وراح. يا فندم يا باشا عايزين طب انت الراجل بتاع الكانتين هات لنا شويه جبنه، كان الاكل بتاعنا يا فندم والله العظيم لو كلت مع جنود باكل اكل جنود، لو كلت في الميس بتاع الضباط كنت باكل رز بالحصى مش حصى بالرز. كانت دورات الميه بتاعتنا الرمل. نعم. وليلا بقى لما سيادتك تخرج ويقابلك عقربه او يقابلك وانت ما انت شايف الصحراء بتعمل كده ما انت شايف. وفي هذه الفتره يعني بعد اكتوبر بعد تطور الهجوم دخلنا في نوفمبر وديسمبر وكنت في عز البرد، كيف كانت المواجهه مع البرد القارس في ذلك لم الوقت؟ اشعر ان هناك جندي واحد، وكنا في صيام في الاول لا في الصيام، واللي بيشرب سجاير بطل سجاير. نعم. مش لعدم وجودها. نعم. لو جبت له سجاير مش هيشربها. الاكل الشرب النوم، لا الجندي المصري يا فندم بقينا ننام والمدافع بتضرب عليه. والله احنا كنا بننام كده يقول لك ابو تقيله ضرب، الابو تقيله ده اللي هو ال 175 مللي. ال 175 ده المللي اللي عند اسرائيل ده الدانه بتاعته يا فندم حوالي 60 كيلو الدانه الواحده. لما 20 مدفع يضربوا 20 دانه ده في الدقيقه. لا بكلم في الساعة، شوف كمية دي لما تنزل والله من التعب. وياد الله ساعة وتقوم. حاول سيادتك على موقف عمله معايا جندي. نعم. بعد ما عبرنا كمدفعية بقى مش هطلعوا قدام بقى 10 12 كيلو مدفعية وراهم، بس احنا عدينا قناة فبنعمل حاجة اسمها حفر برملية. يعني نيجي في الارض كل واحد يحفر نفسه ايه حفره عشان لما الطيران يضرب ما تجيش علينا. انما لو ربنا رايد يبقى خلاص. ففي حفره عاملينها لثلاثه، فانا واقف فوق وفي اتنين عساكر في الحفره تحت، ففي دبابه على مسافه باتون عملها مسافه 2.5 كيلو. نعم. والله اللي بقول لسيادتك عليه حصل، اقسم بالله لا بطوله ولا بدعي حاجه، ضربت علينا الطلقه وقعت بيني وبينها حوالي 10 متر، لازم انا اكون اتقطعت اشلاء مش مت. ما حصلليش اي حاجه، لكن الدانه لما بتنزل مش عايز اقول لسيادتك شكلها ايه، ربنا ما يوريك شكلها. بتلاقي نفسك تعمل كده، انا رحت وفضلت في صدمه كده لمده يمكن 20 ثانيه. حسب باشا حمدي شددني لتحت، ايه ده؟ والله وانقذني شدني في الحفره، كانت الطلقه الثانيه نزل كنت انا في الحفره. الحب ده ايه اللي ما حد ازاي يلقط سمع الطلقه ولقى ان انا عملت كده و... نعم ده المصري، ما انا بقول لسيادتك شعب جمال حمدان قال الشعب المحارب. ده شعب وانا شعب وسيادتك شعب، بس سيادتك بتحارب بالقلم والورقه وبالصوت، انا بحارب بالسلاح، ده بيحارب بالهندسه، ده بيحارب بالتجاره، هو ده الشعب المصري. نفسي كنت اشوف واحد يتاثر بالطقس. نعم. بلاش الطقس، اتحمل الطقس بالطيران اللي بيضربنا كل يوم يا فندم. نعم. تخيل سيادتك الطيران مش طياره جحافل طيران بتضرب. نعم. كل دي تنزل وانت في قلبك سكينه. عارف ايه يا فندم؟ لحاجتين، اولا رعايه الله، في حاجة عندنا بقى بنسميه في المعركة تطعيم المعركة، inoculation of the battle.
اللي هو ايه؟ انت فتره قبل 67 بقيت تنضرب بالطيران كل يوم وتنضرب بالمدفعيه. الصوت خلاص اتعودت عليه، الطلقه اتعودت عليها، التاثير او الافكت خلاص اتعودت عليها. مين مات؟ تعال نتفهم. مين خلاص خلصت، انا اتعودت عليها خلاص. فدخلنا الحرب ال 175 والله يا فندم ما في حد عمل كده. مش 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 شطاره مننا، لكن لا انت اتعودت خلاص على الصوت. في مناعه ومقاومه بيسموه تطعيم المعركه. تطعيم اللي ركز عليه السادات وزير الدفاع والناس بتتدرب، هما بيتدربوا بعد التدريبات والمشاة بتعبر، اضرب المدفعيه لو طلقه طلعت غلط فخلاص بيعبرهم والمدفعيه بتضرب مهما كانت الحسابات جل من لا يسهو. لو وفي طلقات وقعت غلط بس الحمد لله ما حصلش منها حاجه. كلمتنا اتفضل حضرتك. اتفضل. كلمتنا حضرتك عن التنسيق بين مصر وسوريا، هذا في ميدان المعركه، ولكن ظهر بعد ذلك استخدام سلاح البترول والذي كان حاسما في يعني كثير من الجوانب التي دعمت الموقفين المصري والسوري. كيف كان؟ زي ما سيادتك ذكرت ان احنا كنا داخلين على بدايه شتاء بالنسبه لنا، لكن شتاء قارس بالنسبه لاوروبا وامريكا. اما الدول العربيه العظيمه وقتها والملك فيصل الله يرحمه رحمه الله وامير الامارات منعوا البترول. كان البترول بيتوزع بالاتنين لتر والتلاتة لتر في اوروبا وفي امريكا. وسيادتك عارف مثلا حتت زي كندا وشمال امريكا بتبقى مش تلج. قد كده. فلا يقدر جرار يشيل التلج، العربيات تقف. كل حاجه تقف. وهنا نبه امريكا لاهميه سلاح البترول. البترول اللي جت دلوقتي بتقول الشرق الاوسط الجديد. البترول كان البرميل ايامها ب 2 دولار. اترفع بعد الحرب مباشره الى 36 الى 40 دولار. وده شوف سيادتك بقى. فايس فيرسا. خدم امريكا خدمه لا تتخيل، الناس مش عارفاها ازاي اقتصاديا. امريكا من سنه 1944 في معاهده بريتني وود ربطت الدولار الامريكي بالذهب. لكن جت في عام اعتبارا من عام 68 و69 لغايه الحرب بقت تطلع عمله وما لهاش غطاء، ليس لها غطاء من الذهب. فشارل ديكول راح طالع بقى قبل كده قال لهم لا ده انتوا بتعملوا كذا وكذا. فجت حرب 73 نجده ليهم. راحوا رابطين الدولار بالبترول. الدول العربيه استفادت وهم اكنهم هم اللي بينتجوا. يعني سيادتك انقذت امريكا من الافلاس. رغم انها امدت العدو بتاعك باحدث انواع الاسلحه. وكان البترول سلاح فعال جدا يا فندم، ومش مجرد البترول بس. لا ده السعوديه ودت قوات الى سوريا. وقوات الى الاردن. شوف سيادتك بقى كانت هناك قوات من دول كثيره. ايوه من دول كثيره. بص السعوديه. الاردن. بعتت. الجزائر بعتت. بس الجزائر بعتت حاجه لم تحدث منذ بدء الخليقه حتى الان. هواري بومدين رحمه الله. رحمه الله. راح لروسيا قال له شيك على بياض، ادي مصر اللي هي عايزاه. لان كان في بعض الاسلحه برضو يعني وبيديك يعني. راح هواري بومدين جمال عبد الناصر كلمه، راح هواري قال له ادي مصر يا عزاء، ادي شيك على بياض. دي العلاقه بيني وبين الجزائر. دي العلاقه بيني وبين السعوديه، دي العلاقه بين المغرب العربي، بيني وبين دمشق العربي. وعشان كده فن مصر هي التورته اللي بتحجم كل ده وتقف بيه وتدافع عنه. في دول كتيره مع اعتذاري ليهم واعتزازي بيهم جدا لانهم اشقاء واخواتنا، لكن لما بتسقط دوله ما بيحصلش حاجه في المحيط الا مصر. اذا سقطت مصر سقط العالم العربي شرقا وغربا. وده اللي كان معمول في مذكرات هيلاري كلينتون. ولكن لن يتحقق ولن تسقط بإذن. طبعا الحمد لله توفيق الله الذي لا اله هو. والشعب المصري. مش حول الجيش بعد كده، حول الشعب، لان الشعب هو الجيش. والشعب هو الشرطه. حاج يعني تحدثت عن دور سلاح البترول و
مسألة التعامل مع العالم الخارجي والتعاون في المجال العسكري أيضا، وكيفية استغلال الجانب العربي لهذه العلاقات وما يملك من أسلحة. حضرتك خدمت كملحق عسكري في كوريا وتعلم ذلك، وأيضا خدمت في موقع آخر وهو يعني كنائب لمدير الشؤون المعنوية. وطلعت أمريكا بعثتين. نعم، الشؤون المعنوية والجانب المعنوي الذي كان قاسما مشتركا كما ذكرت بين شطري الشعب المصري في الميدان، ميدان المعركة وميدان النضال المدني أيضا، كيف كان مؤثرا وكيف كان له دور بعد 67 ثم بعد 73؟ وسوف نتحدث أيضا عن العصر الذي نحن فيه الآن. بعد 67 كانت المهمة بتاعت الشؤون المعنوية أنها تحاول رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة وليس للشعب. نعم. بإيه؟ سيادتك كان بيبعتوا وعاظ، الوعاظ دول يقعدوا معانا يجيبوا ندوات أساتذة من الجامعات يتكلمونا الجانب النفسي الجانب المعنوي، يبعتوا لنا ترفيه كان عبارة عن حاجات طبعا سيادتك عارف اقتصادنا كان ضعيف جدا، حاجات رمزية معجون حلاقة، فرشة بتاعته، فوط، نعمل مسابقات خفيفة على الوطنية والمواطنة والحاجات دي، بحيث ان الناس ايه تبتدي ما يبقاش قاعد يتكلم طول ما هو قاعد بيتكلم عن نفسه. نعم. لا، بيتدرب على السلاح الجديد اللي جاي من روسيا وبيتدرب، وبعدين في وقت الفراغ بتاعه ماتشات كورة، في ترفيه ماتشات كورة. نعم. بقوا يجيبوا لنا فنانين يجوا لنا هناك ترفيه. دي في المدة بتاعت 67 لغاية بداية الحرب. نعم. بعد الحرب منتهى الأمانة يا فندم، وخاصة في فترة المشير حسين طنطاوي. نعم. تم وضع هدف للشؤون المعنوية، رفع القوات المعنوية والنفسية للشعب المصري وللقوات المسلحة، وإعلام، ما كانش في حاجة اسمها إعلام، اللي عمل الإعلام سمير فرج. نعم. على إيده ربنا يكرمه. نعم. وإعلام للمصريين وللخارج عن كل ما يحدث في مصر. شعب وقوات مسلحة. الاهتمام بالاحتفالات، احتفال 6 أكتوبر، 23 يوليو، تمثيليات والحاجات اللي كلها بتتعمل كلها بالكامل، ثم توليهم جانب الحج والعمرة لقوات المسلحة، والترفيه ما بقاش ترفيه بسيط، بقى ترفيه مناسب يتناسب مع الوقت والمكان والزمن اللي احنا موجودين فيه. تطور بعد كده برضو مع سيادة المشير حسين طنطاوي منتهى الأمانة إلى عندما كان وزيرا للدفاع. أيوة. نعم. وكان سمير فرج في الشؤون المعنوية، أنا كنت النائب بتاعه. نعم. ابتدى يعمل إعلام، عمل مركز إعلامي في الشؤون المعنوية. نعم. هذا المركز الإعلامي يساوي المركز الإعلامي اللي موجود في مصر أيامها. نعم. يقدر يجيب لسيادتك كل الأخبار وكل الإذاعات وكل الحاجات، بحيث يجي مدير الشؤون المعنوية الصبح يبص من 6 لـ6:30 ويعمل تقرير. 6:30 و5 أو 7 لـ3 يكون على المشير، 6 مشير. عشان يعرف المنظر شكله، الروح المعنوية شكلها ايه، الشعب شكله ايه، في ايه هنا، في ايه هنا، ازاي نعمل ترابط بين الشعب والجيش. بقى ياخد الناس ويعمل لها رحلات الى خط بارليف. بقى يجيب الناس بتوع أكاديمية ناصر عشان يتكلموا مع الجامعات، ياخدوهم رحلات ويكلموهم عن الانتماء وعن الوطنية وعن حرب 73. ابتدى الشعب يحس باللي الجيش بيعمله، عشان ابتدى يحس ان الجيش ده جزء منه، مش منفصل عنه، مش مرتزقة، مش انكشارية. وابتدى تلاحم كبير جدا بين الشعب بين الجيش. نعم. ثم في الفترة منتهى الأمانة بقى اللي جه فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الدفاع
الفريق أول صبحي صدقي السيد رئيس الأركان طوروا هذا الكلام ما بقاش تعطوك بقى إبداع سيادتك قناة مخصوصة بتتابع كل حاجة عن العدو بتتابع كل حاجة عننا إخبار طوال 24 ساعة عمل حفلات في الاستادات بقى استاد الرياضي تمام يا فندم اهتمام كويس اهتمام جدا بما يحدث في الجانب الشعبي من فتن أو شائعات أو دي بقت وزارة الثقافة دي بقت وزارة إعلام والرد المباشر عليه ياريت بقيت الوزارات تعمل كده ياريت تعمل كده شو إدارة الشؤون المعنوية النهاردة يا فندم بالقائد بتاعها اللي موجود منتهى الأمانة دون نفاق أو رياء لكن واقع بتقوم بكافة المهام المعنوية والنفسية والوطنية للشعب وللقوات المسلحة التحديات سالة اللواء يعني التي تواجه العالم اليوم يعني تحدثت عن المعارك المعنوية أو الأسلحة التي يقصد بها كسر الروح المعنوية للشعوب لم تعد هي المعارك التقليدية حتى الحروب لم تعد حروب تقليدية ولكن يسميها البعض بحروب الجيل الرابع لكن هذه التسمية لا تروق لك ودائما تقول أنه وسلاح الجيل الرابع من الحروب يعني كيف يمكن السيطرة فعلا على الشعوب وكيف يمكن أن يكون هذا تهديدا بالنسبة للشعب العربي أو الشعب المصري بسم الله الرحمن الرحيم طبقا لما قاله الأستاذ الدكتور اللواء حسام سويلم والأستاذ مصطفى سليم اللي هو أستاذ الجسيمات القديمة والفيزياء الكونية ما فيش حاجة اسمها جيل الرابع من الحروب وجيل الثالث من الحروب هي الحرب عبارة عن ايه فندم اعتداء وعدوان اذا ما اقولش الجيل الرابع من الحروب انهي حروب دي ما هي ايه انما اقول اللي بيتغير مش الحرب اللي بيتغير السلاح بيتغير السلاح لما السلاح يتغير استخدام السلاح يتغير لما استخدام السلاح يتغير التكتيك بتاع القوات يتغير زي ما احنا قلنا في حرب 73 ضربنا بالارض جي الدبابات تمام يا فندم اذا هي التسميه الصحيحه والدقيقه الجيل الاول من اسلحه الحروب الجيل الثاني من اسلحه الحروب اجيال الاسلحه نيجي لاجيال الاسلحه كان في الجيل الاول اللي هو بقى ايام الهكسوس الحربه والسيف والحاجات دي بعدين جه الجيل الثاني ايام الحرب البارده بعدين جه الجيل الثالث اللي هو بتاع حرب ضد الإرهاب اللي في أفغانستان جيل الرابع ده يا فندم في واحد جه أمريكي خبير استراتيجي أمريكي اسمه جوزيف ني وقال إحنا هنحارب الدول اللي مش معانا يعني يا معانا يا مش معانا اللي مش معانا تصنيف جورج بوش الله يمان بحاجة اسمها القوة الناعمة جت بعديه هيلاري كلينتون قبل الانتخابات اللي حصلت بينها وبين ترامب سنتين بسنة ونص يعني في عز الربيع وثورات الربيع هي مش ربيع طلعت كتاب اسمه 360 وطلعت كتاب السنة اللي فاتت اسمه المخاطر المحسوبة والمخاطر الصعبة قالت لا أنا مش هعمل قوة ناعمة أنا هعمل حاجة اسمها القوة الذكية سمارت باور تنقسم الى قسمين تنقسم الى قوه ناعمه اللي قالها جوزيف ني سوفت باور وتنقسم الى قوه صلبه اللي هي الهارد باور طب نمسك الهارد باور دي بسرعه نقول لها عباره عن ايه احاربك في الاقتصاد بتاعك في الماكل والمشرب والملبس والماء عن طريق العملاء عن طريق جامعات اهليه غير وطنيه عن طريق المعارضه الغير وطنيه عن طريق رجال اعمال غير وطنيين مش ده اللي بيتم احنا في الجيل الرابع بنتحارب من الجيل الرابع بس الناس مش فاهمه انه ارهاب ده الارهاب شيء وحروب الجيل الرابع اللي اهم من الارهاب شيء تاني طيب الجزء التاني مع الاقتصاد يحاربك بمين ما يحاربكش بالقوات بتاعته يجيب ناس من عندك مختلفه معاك هي اللي تحاربك زي ما جابوا الجماعه بتاعت جماعة الإرهابية لأن مفيش حاجة اسمها إخوان مش معنى جماعة الإخوان طب ما خالات الإخوان عمات الإخوان كلام جماعة الإرهابية بيستخدموها وبيستخدموا الإرهابيين في العالم
علشان يجوا عندك يعملوا الكلام ده. ده الهارد باور. وده برضو مش مهم. رهاب. المهم القوة الناعمة. نعم. الإعلام. وينطوي تحتيه وسائل الدمار الاجتماعي. نعم. الفيس والتويتر كل ده بيخلينا على الهوى. وكل ده بيأثر علينا. ازاي؟ مش هخرج بره. بعد 73 طلع كاتب يهودي وقال لن نحارب مصر، ما قالش العرب. بعد اليوم حرب تقليدية هنحاربها في حاجتين، الدين والعادات والتقاليد. الدين ستك تفتكر من 10 سنين واحد يقف قدام الجامع ويقول لك بجنزير ما تخش، خش صلي العشاء. نعم. مسلمين مع مسلمين. وبعدين مسلمين مع مسيحيين. وبعدين مسيحيين مع مسيحيين. ادي الدين. نعم. نقرا يا اولادي، نفهم العدو بتاعنا. دي اول كلمه نزلت في كتاب الله، اقرا، تعلم، تثقف. مش انك تتعلم بس وتبقى جامعي، تثقف نفسك، شوف العدو بتاعك ده بيعمل ايه. طيب، مع الاعلام ينطوي تحتيه وسائل الدمار الاجتماعي، ثم ينتوي، ودي بقى فتن واشاعات بقى واكاذيب، وفلان مات وتاني يوم تلاقيه مش ميت، فلان يتجوز، وبعدين اخلاقيات اللي بقى العادات والتقاليد، دمر العادات والتقاليد. وبعدين بقى خش على الاعلام، هات اعلام غير وطني، هات محطه فضائيه مولها، وبعدين خليها تحط السم في العسل، في العسل. مره كانت خارجيه، في الاول كانت خارجيه قناه الجزيره، دلوقتي بقت داخليه. عشان كده بقول تاني يا فندم، الهرم الرابع المصري، التلفزيون المصري هو اللي بيمثل القوة الناعمة اللي هتقف قدام دول، لان دول كل اللي فيه ناس وطنيين بيحبوا بلدهم، انما التانيين يا فندم ارباح شخصيه، وده مش انتماء. الانتماء شعور داخلي يصدقه السلوك العملي. نعم. زي ما قال الاستاذ جمال الطحاوي علم الاجتماع وصفوة العالم في جامعه المنيا. نعم. هو ده الانتماء. نعم. مش الانتماء يبقى معايا رقم قومي وانا بخون بلدي وانا في معارضه وكيب المعارضه. انت معارضه ايه؟ وطنيه ولا لا؟ لا، غير وطنيه. ما انت متخيل معايا الجنسيه الامريكيه ومعايا الجنسيه المصريه. لا، الجنسيه المصريه، الجنسيه الامريكيه دي عشان البيزنس بتاعك، انما تدين بالولاء لمصر، واذا لم تدين بالولاء ليها فانت خائن. ده بالنسبه يا فندم. نعم. للاعلام. نعم. الاعلام هنا لازم يبقى فيه توحيد في البيانات اللي طالعه، خصوصا في الاحداث الهامه. نعم. ما يبقاش فيه سبق صحفي. والاعلام هنا زي ما قال سياده الرئيس السيسي، عبد الفتاح السيسي، في اخر مؤتمر، الاعلام مش مجرد اعلام بس، تلفزيون. لا، فن، سينما. انا حاربت في اكتوبر، ما فيش ولا فيلم من اللي طلع رصاصه تزن في جيبي و محمود ورايا، ايه ده يا فندم ده؟ لا 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 لا، دول ما عبروش، دول اساءوا لحرب اكتوبر. يعني حضرتك تشعر بانه نحن مقصرون في توثيق حرب اكتوبر. ايوه فندم، عشان كده سياده الرئيس. نعم. قال للدكتور مدحت العدل، يا مدحت اعمل لي فيلم عن مصر، افلام عن مصر الوطنيه. هو مدحت العدل ده مش عمل حديث الصباح والمساء. نعم. في حاجه طلعت زي حديث الصباح والمساء، ولا بد ان تكون هناك مؤسسه فعلا، يعني عمل مؤسسي يتعاون فيه جميع المتخصصين من اجل التوثيق. ده جزء برضو. نعم. من الاعلام. نعم. اللي هي قوه النعم. الجزء الثالث بقى، وده في منتهى الخطوره، الاذاعه. الغناء. اي واحد لمغزى فنان بلطجي شمحطجي يطلع يتكلم اي كلمتين، لا صوت ولا لحن وكلام يسيء ويخلي الاطفال تقلده. كان زمان في الإذاعة يا فندم، من 45 سنة، لجنة فنية عشان تقول ده مطرب ولا حسن الشجاعي والحديدي. سيادتك سمعت عنهم. نعم. صحيح. سقطوا عندليب مصر. نعم. 6 مرات. نعم. ونجحوه في 7. نعم. أطلع واحد يقول لي الحنطور والتاني يقول لي العربجي. طب أنا وسيادتك والناس الأفاضل الكبار بيتحكموا في نفسه. طب ابني الصغير، حفيدي الصغير اللي بيفتح التلفزيون ويتفرج، يتفرج على واحد عبده موتى، يتفرج على واحد بيقول البلطجة هي الصح، يتفرج على واحد بيقول العرى هو الصح،
يتفرج على واحد بيعلم الأطفال إزاي يبقى مدمن. وبعد كده نعيب على الشباب. فين الفن بتاعنا؟ الإعلام هو التلفزيون، نعم، هو السينما، هو المسرح، هو يا فندم الإذاعة، هو المنتجين الوطنيين اللي يخلي الربح على جنب، لأن الرزق من عند ربنا وكتب من قبل أنت ما تموت. وحضرتك تعتبر كل ما دون ذلك هو يعتبر في إطار غير القوة، القوة الناعمة التي تريد تدمير الشباب. طب ودي اللي بتستخدم؟ نعم، دي بتستخدم حاليا يا فندم. نعم، ماذا تقول للشباب المصري في ختام حلقتنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي وحبايبي، أنا بقول أولادي وأحفادي لأني عندي 70 سنة، هقول لكم حاجة موثقة 100%. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر بلدكم في كل الكتب السماوية، في القرآن 4 مرات صراحة، ومرة على إنها مكان يطيب الخير اهبطوا مصرا، ثم ذكرها في الإنجيل متى الإصحاح الثاني، ثم ذكرها في إصحاحات اليهود 11 إصحاح، العدد والتكوين والخروج والملوك الأول والملوك الثاني وأشعياء وأرميا وحزقيال. ربنا ذكر مصر بلدكم في كل الأديان السماوية. طب ليه؟ اسأل نفسك وانت اللي هتعرف السؤال. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال 4 أحاديث عن مسيحي مصر. قال ايه؟ اهبطوا مصر، سيفتح الله عليكم مصر من بعدي فاتخذوا منهم جندا كثيرا، سيفتح الله مصر من بعدي استوصوا بقبطها خيرا، خدوا بالكم بقى، فسيكونون لكم عونا على اعدائكم. مش ده اللي عمله المرحوم الانبا شنوده؟ وده اللي بيعمله الفاضل الانبا تدرس، بابا تدرس، وده اللي بيعمله اخواننا المسيحيين اللي في رمضان اللي فات حاطين موائد الرحمن في الشارع. مصر اللي دعالها سيدنا آدم ودعالها سيدنا نوح وسيدنا يوسف هو داخل اللهم إني غريب حببها إلي وحببها لكل غريب، مش مية النيل اللي يشرب يرجع لها تاني، لا، عشان سيدنا يوسف دعا دعوة وربنا استجاب. السيدة زينب لما دخلت قالت نصرتمونا وأويتمونا نصركم الله وأواكم الله، دخلها أكتر من 30 نبي. اسأل نفسك واسأل نفسك، ابعد شوية عن اليوتيوب، اسمع كلام اللي جدك بيقول عليه. بقوله من قلبي، وإذا كان من قلب هيصل. مصر بنتكلم على البشر، صوت ربنا جلجل في سينا. مصر الوادي المقدس طوى، جبل موسى، جبل الصفصافة اللي سيدنا موسى وقف عليه ونادى اليهود في سهل الراحة، العائلة المقدسة مريم البتول والمسيح عليه السلام، 22 نقطة 7 سنين، 3 سنين ونص، 7500 كيلو في مصر، دير سانت كاترين اللي فيه العهد النبوي اللي بيأمن فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي صورة منه لكن الأصل موجود في الدولة العثمانية، بيأمن أقباط مصر على ديانهم ومشاعرهم وكنائسهم. نعم. مش بيهدها، مش بيدمرها، لا، ده سيدنا محمد، تمام. وفي الشجرة العريقة تتحرك شوية غربا نلاقي ال 12 عين اللي طلعوا ربنا طلعهم لسيدنا موسى، تحرك شرقا غربا نلاقي نهر النيل اللي ربنا قسمه للسن لسيدنا موسى واليهود عشان يعدوا منه، اتحرك ايه ده؟ نعم. اسأل نفسك سؤال، ليه ربنا ذكر وقال الكلام ده وكل الأنبياء دول وكل الناس دي كنت من فراغ؟ عشان كده بنقول مصر المحروسة، محروسة بعين الله. نعم. مصر أم الدنيا حضارة وتاريخ، هي دي مصر يا ولادي. احنا حاربنا وخلصنا دورنا. نعم. احنا بنسلمكم العلم، حافظوا عليه. آخر كلمة، ربنا يحفظ مصر وربنا يحفظ شعب مصر المحارب، ولما بقول محارب يعني قوات مسلحة وشرطة. نعم. تحيا مصر. نشكر سيادتك في ختام هذه الكلمة، في ختام شهادة حضرتك، تحدثنا خلال الحلقات السابقة عن حرب أكتوبر والمشكلات التي واجهت الشعب المصري بعد الهزيمة والاستعداد للحرب والبطولات الكثيرة التي تحققت، وكانت هذه الكلمة في الختام موجهة للشباب الذي ربما لم يعاصر انتصار أكتوبر أو لم
يكن قريبا منه بحكم أنه ولد بعد ذلك. شكرا جزيلا. شكرا.